او الجمهور المصري رافض التشويش او عدم فرض السيطره اللي من خلالها بيركز منتخب مصر في مباراه بكره. وبالتالي هيكون معايا طبعا مع حضراتكم الاستاذ ايمن بدره رئيس تحرير اخبار الرياضه علشان يتكلم مع حضراتكم، يتكلم معانا على موقف منتخب مصر في مباراه بكره ورده على طبعا موقف وازمه منتخب مصر في وجود بعثه اعلاميه وبعثه من الفنانين. استاذ ايمن برحب بحضرتك. اهلا وسهلا، ازيك يا كابتن عمر؟ تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين الكرام. طبعا كل سنه وحضرتك طيب، واكيد حضرتك موجود في روسيا. تعليق حضرتك على الازمه اللي اثيرت صباح اليوم من وجود بعثه من الفنانين اللي بتؤازر منتخب مصر واللي كانوا متواجدين في مقر اقامه المنتخب صباح اليوم. اولا احنا وصلنا سان بطرسبرج الحقيقه وكنا في التمرين. تمام. بس طبعا لما حصل الموضوع بتاع يعني زياره الفنانين ده كان في موضع سؤال للمهندس ايهاب الهيطه مدير المنتخب، فهو اكد انه كان محدد من قبل ان في ساعتين مفتوحين للاعيبه المنتخب بالامس علشان يزوروا عشان يعني يتلقوا زياره من اهلهم واصدقائهم اللي جايين للمباراه. طبعا مدينه سان بطرسبرج مدينه مفتوحه وهي يعني الاشهر والاجمل وكده، فهم طبعا يعني اغلب الناس جايه علشان الزياره والحضور المباراه. هو قال انه طبعا الجانب اللي فيه اقامه المنتخب ده تحت الحراسه الشديده، واتحاد الكوره وزع صور للمكان اللي فيه الجناح اللي بيسكن فيه المنتخب الوطني، لكن طبعا ده هو الفندق مكان مفتوح وفي اساسا مسموح بالاقامه في الفندق لاي ناس عايزه تيجي من بره. طبعا الفنانين وبعض النواب اعتقد كانوا وصلوا النهارده. في فيديوهات يعني شفناها، احنا للاسف كنا في التدريب وكنا بنحضر طبعا المؤتمر الصحفي بتاع هيكتور كوبر وعصام الحضري، وده كان الساعه 7، فكان المفروض مننا ان احنا طبعا نتحرك على الاستاد ونقعد يعني طول الفتره دي في نقعد طول الفتره دي حوالي ساعتين، فيمكن لم نتمكن من ان احنا نشوف المشهد ده، لكن شفنا له صور وحاجات كده. في طبعا فيديوهات لمحمد صلاح وهو بيعدي، مجموعه من المصريين بيتصوروا معاه، حاجه كده شبه الميكس زون اللي بتبقى في الاستادات، وده طبعا محل انتقاد كبير جدا. لكن زي ما قلت لحضرتك المهندس ايهاب الهيطه قال انه في انضباط شديد جدا في المعسكر، وانه الساعتين اللي كان مسموح بيهم للاعبين ان هم يتصوروا مع اسرهم واصدقائهم. موضوع التركيز والاهتمام بالمنتخب ده موضوع مهم جدا جدا في الفتره دي، في مباراه حساسه زي دي، وده يمكن اللي عامل قلق كبير عند الناس وما تقدرش تكمل الاتصالات اللي بتجيلنا. يعني انا مش عارف، هو التوقيت مش محله، يعني المنتخب ان شاء الله هيلعب بكره، فكان ممكن يبقى اللقاءات دي بعد المباراه يعني غالبا، خاصه وان السوابق اللي حصلت من زيارات فنانين وحاجات كده في سوابق قبل كده كانت يعني مردودها مش طيب ونتائجها مش كويسه على المنتخب، وبالتالي كان يجب انه يتم مراعاه هذا الامر. يعني الناس بدات يعني تمل من مثل هذه الزيارات، والمفروض ان المنتخب يبقى في فتره تركيز. استاذ ايمن نروح للجانب الايجابي، حضرتك كنت متواجد في تدريب منتخب مصر الاخير اليوم قبل مواجهه منتخب روسيا غدا. هل حضرتك شايف ان مستر هيكتور كوبر استقر على وجود محمد صلاح بدل مين من التشكيله اللي كانت متواجده في مباراه الاورجواي؟ بصوا حضرتك، هو احنا مسموح لنا ب 15 دقيقة فقط من بداية التدريب وفقا للرولز اللي حاططها الفيفا. طبعا حضرتك عارف. طبعا. وطبعا في تجديد يعني قوي جدا على الحضور والتحرك وكل شيء من هذا الكلام، وبيتم متابعته بشكل كبير من جانب مسؤولين في الفيفا وفي الأمن بتاع
الاستاد. تمام. فانت ما بتقدرش تميز مين اللي هيلعب، لانه غالبا 15 دقيقه دول بيكونوا فتره الاحماء الاولى للاعبين. لكن اللي اكد عليه هيكتور كوبر انه محمد صلاح جاهز وانه هيلعب، وقال ان هو كان جاهز من قبل مباراه اورجواي، ولكن تم الفحص الطبي عليه قبل بدايه المباراه، وده اللي خلاه يعني ما يشركوش. قال انه محمد صلاح كلاعب كبير مهم جدا، ولكن مش هو كل الفرقه، هو طبعا لاعب بيبقى فيه يعني مسار اهتمام وبيأثر على اللاعبين الآخرين في الفرق الأخرى، ولكن اللي عايز يشتغل كمدرب لازم يشتغل على إنه في 10 لاعبين آخرين موجودين جودين في الملعب. هو كمان اتكلم النهارده في المؤتمر الصحفي على حكاية الدفاع، ان هو دايما بيلعب مدافع، ان مفيش هجوم، ان منتخب مصر دائما ما بيركز على الدفاع. قال انه احنا مش بنركز على الدفاع، احنا بنلعب باستراتيجيه تتناسب مع المنتخب المصري وادائه وطبيعه لعيبته، انه الاستراتيجيه دي هي متوازنه ما بين الدفاع والهجوم. احنا مش بنهاجمش بس احنا بتنقصنا اللمسه الاخيره. قال احنا بنصنع فرص لكن اللمسه الاخيره اللي بتجيب الهدف هي دي اللي عندنا مشكله فيها، واحنا بنحاول نعالج هذه المشاكل. حاولنا الايام اللي فاتت كان قدام اورجواي صنعنا فرص لكن اللمسه الاخيره ما كانتش جيده، عندنا اخطاء. وقال انا عندي اخطاء زي اي شان كل البشر، واللاعبين بيبقى عندهم اخطاء، واللاعبين بيبقى كلهم اخطاء، بيبقى عندهم برضو اخطاء، لكن احنا بنحاول نعالج هذه الاخطاء. فهو ده كل ما دار في المعسكر او جانب كبير من اللي دار قوي في المؤتمر الصحفي. يعني اخيرا استاذ ايمن، عايز اسال حضرتك على الجمهور والتواجد اللي هيكون موجود ان شاء الله في مباراه بكره. طمنا بقى على الجمهور المصري اللي متواجد في مدينه سان بيترسبرج، وكمان كان في اكتر من رحله يعني تم الاقلاع بيها امبارح ومفروض ان هي وصلت. هل بقى يعني طمنا على تواجد التواجد المصري؟ اللي عايز اقول لحضرتك انه في عدد كبير جدا من الجماهير المصريه جايه خصيصا عشان هذه المباراه، لانها بتقام زي ما قلت لحضرتك في مدينه محوريه، مدينه تجاريه، مدينه سياحيه، ففي عدد كبير جدا من الجماهير. التذاكر بتاعه هذه المباراه اللي كانت مخصصه للاتحاد حوالي 700 تذكره كلها تقريبا نفذت في المرحله الثانيه. المرحله الاولى كان الحجز ريزرفيشن عن طريق الموقع الفيفا، وكانت دي مباشره. اللي جت للاتحاد 700 تذكره، 500 درجه اولى، كان سعر الواحده فيها 210 دولار، الدرجه الثانيه 165 دولار، الدرجه الثالثه 110 دولار. دول نفذوا بالكامل. كان كلام يعني الدكتور حاتم سرور اللي هو مسؤول الموضوع ده، كان بيعمله تحت اشراف الدكتور كرم كرم. التذاكر بقى اللي هي متاخده من شركات سياحه، وزي ما حضرتك بتقول في يعني الشركه الوطنيه للطيران اعلنت انها نقلت اكثر من 1750 راكب في خلال الفتره الماضيه لهذه المباراه او لمدينه سان بيترسبرج. فاعتقد ان الجماهير هنا هتبقى بكثافه كبيره جدا جدا، ويمكن احنا شفنا المباراه الماضيه كان في جمهور كبير الحقيقه. المصريين هنا الحقيقه كتير، والعرب وكلهم بيأملوا الحقيقه. اخواننا المغاربه موجودين، واحنا قابلنا ناس كتير جدا منهم بالامس، وكلهم بيشجعوا مصر، كلهم بيشعروا بالتقدير الشديد جدا جدا لمصر والموقفها المساند للملف المغربي في التصويت في سباق استضافه المونديال 2026. صحيح المغرب لم يحالفها التوفيق، ولكن مصر كان موقفها ثابت ومعلن ومساند للاشقاء في المغرب. فهنا في يعني تشجيع كبير جدا، كل حد من اصدقائنا او اخواتنا المغاربه بيؤكد ان هو هيشجع منتخب مصر، وطبعا نجمه الكبير محمد صلاح. استاذ ايمن بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، واتكلمنا ب